الأصدقاء الأعزاء، تحية طيبة. كما أثبت الوقائع، فإن الدين أثبت بأنه قادر على أن يفوز في جميع السباقات التي تجري على أراضينا المسلمة. هذا الأمر اتضح جيدا في انتخابات المصرية، انتخابات العراقية، انتخابات في تركيا، في تونس. كثير من البلدان أثبت الدين بأنه هو صاحب الشعبية الطاغية بين الجماهير. أي معنى آخر أن الدين هو أكثر المستفيدين من الديمقراطية. بالتالي فإن مشروع الديمقراطية في مجتمعاتنا أصبح لا يؤدي لما يجب أن يحدث تغيير داخل هذه المجتمعات. هذا الأمر يعني الكثير، يعني أن الديمقراطية تصب في مصلحة الدين. هنا يصير عندنا تناقض جوهري، لأن الدين مثل ما عرف طبيعته هو استبدادي، وعليه فراح تكون النتيجة بالتالي ديكتاتورية دينية أشد وطأة من العسكرية وحتى الثورية. وهذه العسكرية والثورية طبعا كان يقودها ناس، يعني ما نقدر نقول عليهم ناس خبراء، ناس هم تمكنوا من السلطة بفعل القوة والاستبداد والظلم واستعباد الناس، أي أنهم أيضا ضد الديمقراطية. قد يعترض البعض ويقول انت شو يضرك يعني اذا فاز الدين؟ هاي الديمقراطية والناس انتخبوهم، شو يضرك؟ انا اقول لا، ما راح يضرني هذا الموضوع مباشرة، باعتبار انا عايش خارج هاي البلدان في بلدان الغرب الكافر، لكن هذا راح يضر بحاضر ومستقبل شعوبنا. السؤال مو الان هل نحن مع الدين واهله او ضده او مع جانب اخر معاكس للدين، لا، السؤال هو ما جدوى ان يفوز الدين بالحكم. أنا معك، راح أعترف الدين مقنع للأغلبية، الناس اختارته يعني هاي رغبتهم، لكن قضية وين؟ قضية هل هذا الفوز راح يصب في صالح الجميع أم في صالح فئات محددة؟ ثم ماذا يمكن أن يقدم رجل الدين أو من يسير في ركابه للناس المحكومين؟ حتى نوضح الصورة لازم نرجع للوقائع، فإذا رجعنا ما راح أشوف؟ راح أشوف أن الدين فاشل في قيادة المجتمعات الحديثة. الدين كان ناجح في على مدى 1400 سنة في قيادة الشعوب وليس في توفير خدمات للناس وتخليصهم من الفقر والمرض والجهل والتخلف، لا، كان ناجح فقط في جمع شمل أو إمساك بهذه الشعوب بطريقة أو بأخرى وجعلها ضمن فرق متحاربة. لكن هل هو ناجح في قيادة هذه المجتمعات الحديثة؟ أكو تجارب موجودة، تجارب دينية موجودة كلها فشلت، ماكو تجربة دينية ناجحة. هذا العراق قدام كونان، أفغانستان، بلدان تخلفت إلى درجة كبيرة، حتى إيران، إيران دولة فاشلة، دولة كل العالم ضدها واقف، يعني ما يعني على حقها، حتى اللي تعجبه إيران، وبالنتيجة هم أخفقوا في التأقلم مع العالم، أنت جزء من العالم، شئت ما بيت، لذلك ما معنى أن تكون أنت صاحب بيت بين 200 بيت، أقول 200 دولة، وهذا البيت يكرهونه بس ما عنده حلفاء إلا 3 حلفاء أو 4 والبقية كلهم معادين، معناته غير منسجم مع البقية، بالتالي هو هي دولة وفاشلة. القضية وين؟ القضية أنه الآن هذا الزمن ما عادت هناك جماعات متحاربة، كل واحد يفني الآخر ويشكل دين ويقول هذا دين وإحنا جماعة واحدة متماسكة وعندنا إله واحد، كل الآخرين كفرة واجب إفنائهم، لأنه كانت هكذا الحياة، الموارد محدودة، الناس حاولون يتكتفون مع بعضهم لكي يحمون أنفسهم ويتخلصون من شروط الآخرين أو يهجمون على الآخرين ويأخذون ينهبون ممتلكاتهم. هذا هكذا كانت الحياة. الآن ما عادت أكو جماعات، الآن أصبحت هناك الحاجة لوجود مجتمعات يعني متكونة من أفراد، أفراد متعاونين متكاتفين متنوعين مختلفين، مو مهم انتماءاتهم، المهم هم كفاءاتهم قدراتهم الخاصة، مو المهم هو قدرته على الانتماء لقطيع قطيعة ودين. أنا عندي محاضرة أن الدين هو القطيع، ما نحتاجها بعد قطعان، شو سوي القطعان أنا؟ هذا الآن الناس محتاجة مجتمعات تضم أفراد متعاونين، متعاونين حتى في تنافسهم. مجتمعات مثلا الآن تتفق على شروط اللعبة، تضعي للجميع فيها، أكو حقوق، أكو سقف أو حد أدنى لحقوق الجميع، وأكو ضابط، وأكو سلطة، سلطات دولية محلية ودولية أيضا تضمن الحق للجميع. ما اكو اختراقات، لكن هي هذا السيستم الموجود سابقا ماكو شيء، يعني افني شعوب كامله واستعبد ابنائها وانتهى الموضوع. حتى وضح الامر اضرب مثال
انه احنا هنفترض احنا كبلد مثلا مثل تونس او مصر، هذا البلد اعتبر هذا البلد هو سفينه، هاي السفينه يقودها يعني صارت انتخابات بها، القبطان ما فاز، يعني الشخص المختص او الفريق المختصين من البحاره ما فاز، اللي فاز رجل الدين او من يمثل رجل الدين. فبالتالي شو توقعاتهم من مصير هذه السفينه؟ هل هذا رجل الدين او من يمثل رجل الدين او حتى العسكري هل سيقود السفينه بطريقه ممتازه؟ جواب محسوم معروف، لكن القضيه وين الان؟ ها احنا بالضبط هذا اللي هذا يردي على هذا الشخص اللي يقول لي انت شنو يضرك انه الدين هو اللي يقود المجتمع؟ اقول له هذا هو، ان احنا قلنا هاي السفينه، فهل يعقل انه انت تختار هذا رجل الدين؟ رجل الدين يقودك يعني لا يقود مراكب للسماء او السماء معنى الديني، بس ما يقودك مراكب على الارض، شو العلاقه بالموضوع؟ السؤال الان الخطير، ليش الناس تختار الكهان ورجال الدين؟ انا اشوف لان هذا كان قديما مهم مثل ما قلت، هذا معناه ان الناس فاقدين احساسهم باختلاف الزمنين، الزمن القديم والزمن المعاصر، يعني الزمن الثقافي مو الزمن الزمن المعاصر، يعني هو صحيح يعيش التقنيات وراح اذكرها بعد شوي. هذا السبب انه فقدان احساسهم بالزمن او بالمعاصره الحدث الذي يعيشونه، السبب هو ان رجل الدين يصر على تذكيرهم بهذا الزمن القديم ويعجب عنهم الزمن الحاضر، يحذرهم دائما من الحاضر ومستقبل. لماذا؟ لان رصيده كله بالماضي، رصيده بالذاكره اللي زرعها بذهن الناس، هو اصل هذا عمله. رجل الدين يقول لهم دائما انا اعرف الطريق، لا تخافون، طريق الله معروف، لا طريق الا طريق الله، كل من يعترض على هذا الطريق هو ضال وكافر وعلى خطا، واطيع الله ورسوله، يسوي له قصه، وايضا المسيحي نفس الشيء. هذا الى حد ما صحيح قديما، يجب ان الجماعات تبقى متوحده، وهاي المساله هي الاولويه على شيء اخر، لان ايضا المساله اخرى ان السفينه القديمه ما تشبه السفينه الحديثه. القديمة ممكن تمشيها بالدعوات، بالتعاويذ، تمشي على أبراج السماء، على سواعد البحارة ومجاديفهم وتكاتفهم. أما الحديثة ما تصير بهذه الطريقة، يعني تصير بحدث الأجهزة والكمبيوترات والسوفتويرات المعقدة، وتمشي على وفقا لإشارات GPS والأقمار الصناعية، أما البحارة فخريجي كليات ومتخصصين سنوات بعملهم، وايضا قياده محترفه سياسيا. تصير اذا هذه السفينه بها الاف الناس من يقودهم؟ يعني شلون يديرون عمليه التواصل فيما بينهم ويضمنون حقوقهم؟ هذا عمليه علميه صارت مو اعتباطيه. علاقه هاي السفينه بالاخرين، بالاقمار الصناعيه من المشرف عليها، اكو دول اخرى، يعني هاي كلها سيستم ضخم. شنو علاقه رجل الدين بالموضوع؟ او الدين كله شنو علاقته بالموضوع؟ يعني ما عادت المسألة بهاي السهولة. مع هذا نشوف الناس يرتاحوا لحكم الدين، والنتيجة مثل ما نشوف احنا كما قلت انه السبب الناس ما تدرك هاي المعضلة، لان فقدوا احساسهم بتقلب الزمن المعرفي وليس التقني، قلت انا راح اتحدث عنها، لان منهج التفكير القديم ما زال نفسه بداخلهم. الاجهزة الحديثة ما ساعدتهم، توفر التقنيات هاي ما ساعدتهم على فهم ما حدث، مجرد يستعملوها شكليا بس ما يعرفون شنو الافق الثقافي او المعرفه التي انتجت هذا، والطريق المناهج المعرفيه التي انتجت هذه التقنيات المعقده. بل على العكس، انه هاي التقنيات المعقده، شبكات تواصل الى تليفونات حديثه الى انترنت وما الى ذلك، هاي كلها بالعكس وجعلتهم يتخلفون اكثر مما هم متخلفين اصلا، لان اصحاب المنهج القديم رجال الدين استعملوا هاي الأجهزة لكي يكرسوا القديم الذي هم فيه واستثمروها لصالحهم. كلها نشوف أن واحد يكتب أشياء أدعية وما أعرف إيش وما تفيد الناس، شنو فايدة تشوف له 100,000 لايك؟ ليش؟ يعني هون الفلوس ملايين يصرفون على هاي الدعاية، وأصلا هو رجل الدين شنو؟ رجل دعاية، يعني هو أجت هاي الوسائل الحديثة استثمرها خير استثمار، هو متخصص بها، ويدرب نفسه ربع. هو رجل كلام، رجل كلام ورجل علاقات ورجل شعبوي، يعني دوغمائي،
شخص ديماغوجي مدور ديماغوجي يعني يحاول يكسب الرأي العام بطريقة أو بأخرى، ما لا يقول الحق إنما يقول ما يعجب الآخر، هذا يسمونه ديماغوجي. فهو ديماغوجي هو الدين هو بأكمل عبارة عن شيء ديماغوجي. أيضا هناك سبب آخر يجعل قيادة رجل الدين البلدان كارثية، السبب هو أن رجل الدين مهما حاول ما راح يقود الناس من أجل سلامتهم بالدرجة الأولى ولا من أجل مصالحهم، إنما من أجل مصلحة دينه وسلامة دينه، وبمعنى معنى يعني مو سلامة دينه معناته سلامته هو وضمان مصالحه، بمعنى أنه ما يقودهم من أجل المستقبل إنما من أجل القيادة فقط. يعني سعوفنا ما يقول القيادة من أجل مصالحه، لا، من أجل فكرة قيادة الدين للمجتمعات، أي قيادة القطيع. ما معقولة يعني يقودهم من أجل المستقبل، فمعنى مثل واحد يطلق النار على نفسه. يعني حتى أضرب مثال آخر، مثلا عندنا وزارة الصحة، وزارة الصحة من يقودها؟ يقودها مثلا وزارة بها مثلا 10,000 أو 100,000 موظف ومؤسسات ومستشفيات وكليات طب وهاي كلها، ومعاهد طبية تقنية طبية، هاي كلها يقودها رجل دين أو من يمثل رجل الدين أو من يمثل مصالح الدين. فمصالح الدين وين؟ مصالح الناس وين؟ هنا أكو تعارض، لابد أن نعترف من الحقيقة شوية، بس نفطن لها شوية ندرك المشكلة وين. الخلاصة الديمقراطية ما تصلح لنا حاليا. بالعراق الأمريكان فرضوها على الناس، على الدولة وعلى الدستور، واضح أنه ما كان يردون لنا الخير ولا الاستقرار. شو حتى الإخوان كانوا يدعموهم الأمريكان، حتى في تركيا شوف الدعم للإسلاميين مستمر. أكبر أعداء الغرب هم العلمانيين والليبراليين والناس اللي يدعون إلى الديمقراطية، أكبر أعداء خاصة وإحنا من الناس العالم متهجورين صار لسنوات، لأنه فقط قلنا يا بدين ما ينفع هذا المجتمع، خليه يقعد بمكانه. ما أكثر ناس متواطئين مع الكهنة هم هؤلاء، حتى تشوف منو متواطئ مع الوهابية، منو من 200 سنة مو اليوم، قبل 200 سنة كانت أكو تحالفوا مع الوهابية لمواجهة روسيا القيصرية، أجت الشيوعية تحالفوا مع الوهابية والسلفية ولكي يواجهون الشيوعية، أيضا دعموا الشيعة الخميني في فترة من الفترات بالسبعينات أو تغافلوا عنه في سبيل مواجهة الشيوعية. بالستينيات أيضا الشيوعية أصدروا المحسن الحكيم أصدر فتوى بقتل الشيوعيين وتكفيرهم. أعود إلى مثال تونس الآن حتى أختم. أنا مثال تونس اللي حدث مؤخرا، تابعت اعتراض كثيرين على دكتاتورية العلمانيين وكثيرين تباكروا على الديمقراطية، وهذه مفارقة طبعا، بل هي مفارقتين. الأولى أن إحنا ما معناها إحنا ما وصلنا كأفراد وشعوب لمستوى فهم العلمانية والديمقراطية، وحتى ما وصلنا لتراب العلمانية. الثانية، المفارقة الثانية، أن الخلاف الرئيسي في الجوهر هو حول الدين. يعني الخلاف الأساسي ما زال الذي يسيطر ويهيمن على كل حياتنا هو الدين، هو حول الدين. هذا يثبت بأن الصراع ما زال في مراحل مبكرة، وهو هذا اللي راح يكون موضوع للنقاش في مرة قادمة. شكرا وتحياتي ودمتم بحب.